بالجعدان الفطامين، المسافة 1500 متر، والجائزة سيارة قدمت للفائز الأول. أبدأ مع المقدمة، أبدأ مع الصدارة، وهنالك من يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. مزاحم وسعيد بن محمد الخيارين يقدم لنا مزاحم مع المركز الأول. المركز الثاني ويتواجد مشقل يتواجد مع المركز الثاني، وعمار بن علي بن عناد الخاطري هنا الضيف القادم من الإمارات يتواجد مع المركز الثاني. ثالث التحديات وهنالك مليار، مليار من يتقدم مع المركز الثالث، ويتقدم سعيد بن حمد اللزي وحلمري. المركز الرابع متابعينا الكرام، المركز الرابع هنالك من يتواجد عزيز وسالم بن ناصر بن دلهم الهاجري يتواجد في هذا الانطلاق. أبدأ أعود مع الصدارة، أعود مع المركز الأول، وهنالك مشقل 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 الذي أشقل الجماهير، أشقل المشاركين بانطلاقته المميزة. ينطلق مشقل مع المركز الأول، وعمار بن علي بن عناد الخاطري يقدم ممثل السوان، ممثل السوان يتواجد ويقدم لنا مشقل. مشقل 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 يتقدم مع المركز الأول. الله 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 الله، مشقل مع البداية، مشقل مع المركز الأول ويقدم. هنالك يتقدم شعار عمار بن علي بن عناد الخاطري، روح يا الخاطري، الضيف القادم من الإمارات هنالك من ميدان أمام ميدان السوان، ميدان السوان. إذا تهانينا تهانينا والناموس لمالك مشقل عمار بن علي بن عناد الخاطري المركز الثاني. وصل هنالك المتحد محمد بن مايد الخلفان المركز الثالث، ثلاثة المركز الثالث وصل فيه الواصل ومحمد بن قانم آل علي المعاضيد. مليار. المركز الثالث وصل هنالك مليار سعيد بن حمد اللزي وحلمري. تهانينا تهانينا والناموس لمالك مشقل عمار بن علي بن عناد الخاطري الضيف القادم من دولة الإمارات ومن ميدان السوان بالتحديد. تهانينا والناموس والسلامات تتوجه إلى ميدان السوان. التوقيت الزمني متابعينا الكرام لحظة وصول مشقل، وقطع المسافة كيلو ونصف في دقيقتين وتسع ثواني وستين جزءا من الثانية. تهانينا تهانينا لمالك مشقل عمار بن علي بن عناد الخاطري، وتهانينا والناموس لكل الفائزين، ونشكر اللجان المنظمة وشكرا للجميع.